والله والله انا جاي من السعوديه 21 2020 21 شهر 1 2020 بقى لي سنتين ونص. اقسم لك بالله اكتر من 250 الف جنيه صرف، اقسم بالله. انت حضرتك مش هتديني حاجه، والناس بيقولوا لك كلهم بتصور وبتاخد. انا باخد من حضرتك حاجه؟ لا باخد من اي قرار؟ وانا ما بدفعش لحد حاجه. انا بقول مش عايز لحضرتك يشوفني لا ما يشوفنيش. لا، الناس كلها كده، انت نورت الدنيا بحالها. خليك الناس كلها ده انت بتاخد من الناس فلوس، ده انت بتلم على اولادك، انت بتشحت على اولادك. مش اقول انا قلت الكلمتين دول عشان اثبت قدام الدنيا كلها انا ما باخدش حاجه من حد. انا بتمنى انا بتمنى ان ربنا عز انت وجل عندك امل ان ولادك تخف الله وتجري وراه، ومعاهم لحد ده اخر لحظه. حقك. انا بقالي 8 سنين 10 سنين بجري، واللي بيتكلم عليا واللي بيشتم هنقف قدام ربنا وهنقتص من الناس دي. ما طلبتش حد من حد فلوس، ما طلبتش. اللي بتقول لي يا احمد انا اتصل عليا هجيب لك ادويه، اقول له اهلا وسهلا، الروشتات ده وهات انت الدواء، بيتكلف 4000 جنيه كل شهر، هات انت الادويه. عندهم بقى دوت عايز بقى 24 ساعه ياكل ويشرب. بص انت عايز حضرتك تشوفي ده لو ميزان كنت وزنته معدي ال 100 كيلو، طفل عنده 12 سنه. ده اخر مره وزنه امتى؟ وزنه كان عند الدكتور من حوالي اسبوع. ولما بيجوع وتمنع عنه الاكل بيعمل ايه؟ زي ما انت شايفه بقى كده يعني بيعمل يعني جنايه. ولازم السوبر ماركت يعدي على كل سوبر ماركت، اقسم بالله ممكن اللفه ياخد ب 25 جنيه في اللفه الواحده، وياخدش. عارف بقى هو مش مريض ولا مجنون، لما هو كبر عارف. لا وعارف ان الشيبس ده كبير وده الصغير وده الوحش وده الحلو. مش انت عارف يا استاذ هل لو انا عارف ان ابني ده مفيش امل خلاص الحمد لله، بس انا عارف ان في امل لان انا بشوف منه حاجات ان هو فاهمها وعارف، بخبي الحاجات يعرف يروح يدور عليها ويجيبها في الثلاجه فوق، يطلع فوق يفتح الباب ويخش. يا ربنا سامحني فيه. طبعا ربنا يديك صوت طول عمرك. نعم ربنا يعزك. يمكن العيال دي ملهاش غيرك. نعم انت يعني بتقعد مع نفسك كده وتقول اصل انا فكرت انتحر، طب هم هيبقى لهم مين؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه؟ من كتر الناس، من كتر هقول لك على حاجه. تصدقي بالله انا بحلف كل شيء بالله عشان تصدقي. اول امبارح انا كنت في الشرقيه عند اهلي في زياره، رحت بالموتوسيكل الشرقيه، رحت حمزه بيروح الحانه الصبح، خفت على اولادي اسيبهم مع مراتي. شفت يوم صد رد، اقسم لك بالله طلعت هناك 3 بالليل جيت هنا 5 الصبح، وفضلت قاعد خدتهم ده وحمزه واهله، وديت حمزه الحضانه ولفيت بيهم شويه. انا عندي رحمه وبحس بولادي، بس انا اما انت تلاقي الناس كلها بتشتمك، طب انا قولي لي اعمل ايه؟ عارف هو انت 8 سنين وانت عندك امل في الله سبحانه وتعالى؟ نعم 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 حد واكيد حد. اكيد ربنا في يوم من الايام يعني نعم. هيكافئك على الامل واليقين ده. انا اول هام انت على راسي ان انت جيت ونورتي الناس ديت ونورتيني وشرفتيني، وكل ودي كل شيء اسباب، كل حاجه دي اسباب. يمكن ربنا يرزقنا بواحد ابن حلال يشوفك ويشوفنا يقول اصفرهم، واحد ابن حلال يقول لي هجيب لك شقه، واحد ابن حلال يقول لي هتكفل بالعلاج كل شهر. يعني احنا دلوقتي مبدئيا قاعدين اهو مفيش سفر. طب شوف الكشك يا جماعه، اكل ولادي منه يا جماعه. طب الادويه عايز الكشك فيه في اي حته. انا مش بقول لهم اقول انا عايز انت عايز شقه، عايز كشك، عايز علاج. طب انا عايز حاجه واحده، اديني حاجه واحده بس منه. 8 سنين عايز كشك في اي منطقه اكل منه ولادي. هتلاقي داخل بيدور على الاكل كده بيدور على الاكل. اه صح. تعالي تشوف، تعالي.